الشيخ محمد جبريل النهاردة أعلن، وأعتقد أنه معروف لحضراتكم مين محمد جبريل، أعلن أنه تبرع لصندوق تحيا مصر بثلاثة مليون جنيه. الشيخ محمد جبريل أعلن أنه تبرع لصندوق تحيا مصر بثلاثة مليون جنيه إلى حبة القلب مصر الغالية. فإنه معلوم لدى كل عين بصيرة بأنني أحب بلدي حبا جما، وأنتمي إليها قلبا وقالبا، وأفديها بدمي وروحي، وأحب من أحبها وأعادي من يعاديها، وفي خدمتها في أي موقع يطلب مني. هاي هي. وبناء عليه فإني أعلن عن تبرعي بمبلغ 3 مليون جنيه نقدا لصندوق تحيا مصر. الكذب والكذب حرام، لكن لما يكون بالإكراه ما يكونش حرام، وهكذا نتوقع أو هكذا يعفو ربي أو نتمنى. لتحيا مصر حبا وطواعية، وذلك مشاركة مني في تنمية بلد الغالي، حبا وطواعية بيقولك على قلبي، كي يحذو حذوي كل محب مخلص لبلده، وكل حسب طاقته لينفق ذو سعة من سعتي. وأدعو الله أن يحفظ مصر واجعلها يا ربنا في كنفك، اللهم اقبل ذلك بقبول حسن. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. هكذا كتب الشيخ محمد جبريل، ونشر صور الفلوس اللي سحبها عشان يعدي. ما انت عارف المبدأ في بلدنا مش جديد عليك، شخلل علشان تعدي، شخلل علشان تعدي. وده اللي اتقال للناس من زمان، لازم تدفع عشان تعدي. نفسي ابو تريكه يعمل حركه، لو عملها تبقى بمقام 100 جون جابهم، ثاني يوم يرجع يروح يتبرع ان شاء الله ب 1000 جنيه لصندوق تحيا مصر. وعلى فكره صندوق تحيا مصر ده مش تاسيسي، ان شاء الله ب 1000 جنيه. نفسي ابو تريكه يعمل حركه، لو عملها تبقى بمقام 100 جون جابهم، ثاني يوم يرجع يروح يتبرع ان شاء الله ب 1000 جنيه لصندوق تحيا مصر. وعلى فكره صندوق تحيا مصر ده مش تاسيسي، ان شاء الله ب 1000 جنيه. كذاب، واللي مشغله كذاب، وعصابة كذابة. الشيخ محمد جبريل اللي بيتبرع بثلاثة مليون جنيه، نعتقد أو نزعم أنها جبرا وقصر. صبر كتير، نعتقد أو نزعم، ولكن في النهاية تروح الشمس فين؟ من على قفا أي عبد في بلد العبودية، وجبريل عارف أنه هو عبد في بلد العسكر، فدفع الإتاوة لصندوق السيسي مش صندوق مصر. حد هيسأل عمل ايه الشيخ محمد جبريل؟ ايه الجريمة اللي ارتكبها اللي خلت العسكر يحط عينهم عليه؟ الرجل دعا على الظالمين، عشان كده اتمنع من الخطابة، وكان عايش فترة برا مصر، فجالوا الظالمين ورجع لحضن الظالمين الحمد لله. وطلع له الظالمين خلوه يتبرع لصندوق تحيا مصر، ادفع ادفع زيه زي محمد صلاح. فاكرين لما قلت محمد صلاح يا كذاب يا بتاع، وطلعت ولفت الايام واكتشفت انها الحقيقه، محمد جبريل يتبرع لصندوق تحيا مصر.